معنا من الرياض المتحدث الإعلامي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور أحمد المنصور. أهلا بك لسكاي نيوز عربية. على أي أساس يتم تقييم هذه الحوادث أو هذه الادعاءات سيد منصور؟ مساء الخير. أود نشير بأن الفريق طبعا المشترك تقييم الحوادث في اليمن رصد طبعا وتابع تداعيات الأحداث الأخيرة اللي حصلت في اليمن فيما يخص طبعا العمليات العسكرية. ومن خلال تقييم الأحداث اللي صارت طبعا بناء على المسؤوليات اللي طلع بها الفريق، باشر طبعا المختصين في الفريق بصورة عاجلة منذ يوم أمس حقيقة في البدء في إجراءات التحقيق المتعلقة طبعا بقصف مستشفى في محافظة حجة ومدرسة في محافظة صعدة، طبعا بناء على ما تم رصده ومتابعة في وسائل الإعلام العالمية والتصريحات الرسمية الصادرة بخصوص هذه المواضيع. طبعا راح يكون هذا من خلال تجميع المعلومات الأولية وتحليلها، ونحن في الفريق المشترك لتقييم الحوادث نعلن بأنه حال انتهانا طبعا من التحقيق بهذه الادعاءات سوف نعلن ونباشر بإعلان النتائج أمام الرأي العام العالمي بشفافية وحيادية بكافة النتائج، مع تحديد طبعا الجهات المسؤولة في حال وجود أي انتهاك لقواعد اتفاقيات القانون الدولي الإنساني من أي من الأطراف الموجودة طبعا في النزاع. هذا طبعا حدث من يوم أمس وبصورة عاجلة، وحال طبعا ما تكتمل إجراءات التحقيق والحصول على طبعا كافة المعلومات من كافة المصادر سوف نعلنها أمام الرأي العام العالمي بكل شفافية. أكيد هناك يعني حوادث أخرى تم تقييمها من قبلكم، كيف تم ذلك وما هي الأسس والمعايير التي يتم بناء عليها تقييم ما جرى؟ طبعا احنا كما يعلم الجميع باننا من قبل حوالي تقريبا 10 ايام عقدنا اول مؤتمر صحفي للفريق واعلنا عن 8 حالات اللي باشرنا طبعا احنا فيها التحقيق. والمعايير حقيقة احنا الفريق يقوم بالعمل من خلال طبعا اجراءات الاستهداف وتحليل المعلومات ومدى توافقها مع قواعد الدولية للقانون الدولي الإنساني. ما مدى يعني إلزام أو التزام الأمم المتحدة أو أي جهة تتهم طرف آخر بما ينتج من تقييم تقوم به لجنتكم؟ حقيقة الردات الفعل على المؤتمر الصحفي الأول اللي احنا شفناها يعني كانت ردات حقيقة إيجابية، والفريق طبعا متعاون مع جميع الأطراف بما فيها حتى الأطراف الدولية التي طبعا هي تقوم بإرسال نعم.